النجاح لا يحدث بالصدفة، لأن كل شخص لما خلق الله عز وجل وضع فيه قوة جبارة في داخله، وإذا كان النجاح سهل ويمكن تحقيقه، ليش ما يستطيع عليه كل إنسان؟ حقيقة في السنوات الماضية كنت أبحث عن إجابة على هذا السؤال: ما الذي يفعله الناجحون ولا يفعله غيرهم؟ بمعنى، ما هو الشيء الذي إذا فعلته سأكون من فئة الناجحين مباشرة؟ هل يا ترى هو المال والنفوذ؟ هل يا ترى هو التعليم والشهادات؟ إيش بالضبط العنصر الحاسم في هذا الأمر؟ وجدت أن المال، النفوذ، التعليم، الشهادات، هذه كلها معينات، لكنها ليست الفيصل الذي يجعلني من فئة الناجحين مباشرة. وبدأت فعلا أقرأ في الكتب، وصل عدد الكتب اللي قرأتها فقط عشان أجد إجابة على هذا السؤال أكثر من 250 كتاب ودورات كثيرة جدا، حتى وجدت الإجابة، وممكن تكتبوها: هو القدرة الداخلية على التحرك وأخذ خطوة عملية نحو ما تريد. الناجح في الحياة هو يفعل ما يتطلبه النجاح منه. وضع تحت كلمة يفعل خطين: يفعل، مش يتمنى، مش يحلم، مش يتكلم، مش يخطط على الورق، إنما يفعل. وبالتالي أقول مرة أخرى: هي القدرة على العمل، القدرة على عمل شيء والتحرك نحو ما تريد. وإنما الذين لم يحققوا ما يريدون في الحياة وأصبحوا من غير فئة الناجحين، ببساطة شديدة لأنهم انشغلوا في الحياة بأمور ما تعينهم أصلا على النجاح، فأصبح همه وتفكيره وتركيزه فقط أنه كيف أسدد فواتيري، كيف أدفع إيجار بيتي، أصير مستمر في عملي وما يفصلوني، فقط هذه أصبحت همومه في الدنيا. والبعض الآخر لم يحدد بالضبط ماذا يريد أن يحقق في حياته، وبالتالي ما أخذ خطوات عملية فعلية نحو ما يريد. والبعض الآخر ركز على أمور لا تعينه أصلا على النجاح، فأدمن على مثلا مشاهدة التلفزيون، تلاقيه في اليوم من 3 إلى 6 ساعات يتفرج، أو في العزائم، أو في أمور أخرى. فلو قررت أنك تريد أنك تغير حياتك وتبدأ رحلة النجاح، فالقاعدة الأولى هي أنك تأخذ خطوة عملية فعلية، وهشرح لك كيف تأخذ هذه الخطوة العملية الفعلية. القاعدة الثانية، وممكن تكتبوها: الماضي لا يساوي المستقبل. الماضي لا يساوي المستقبل. مش لأنك ما استطعت تحقيق ما تريد أمس أو الأسبوع الماضي أو الشهر الماضي أو 10 دقائق مرت فأنت فاشل. أنت المحاولات اللي حاولتها كانت في الماضي، 7 دقائق ولا يوم ولا شهر في الماضي. إحنا الآن وضع آخر. بعض الناس يقول، ويذكر لي هذا الأمر في بعض دوراتي، يقول لي: أنا سمعت أشرطة كثير وقرأت كتب كثير وحضرت دورات كثيرة، لكن حياتي ظلت كما هي بدون تغيير. إيش السبب؟ كما قلت لكم، ويمكن بعض المستمعين يقول: نعم أنا كمان حصل معايا نفس الشيء. كما قلت سابقا، لم تكن المشكلة في نقص المعلومات، لم تكن المشكلة في نقص المعلومات، وإنما لأننا ما نجحنا في إيقاظ القوة الداخلية فينا، وفي داخل كل منا قدرات وطاقات واستعدادات لكنها معطلة، لم توجه التوجيه الصحيح حتى توصلنا لتحقيق أحلامنا وطموحاتنا. بمعنى، ما أخذنا خطوة عملية تحركنا نحو ما نريد. ووجدت أيضا أنه لنجحوا في حياتهم على مختلف المستويات بلا استثناء، وجدتهم طبقوا معادلة. المعادلة هذه تتكون تقريبا من 4 عناصر. العنصر الأول، إنك تعرف ماذا تريد أن تحقق في حياتك بالضبط. ماذا تريد أن تحقق في حياتك؟ إيش النتيجة اللي تريد أن تصل لها؟ ولو ما عرفت ماذا تريد أن تحقق في حياتك، فمش هتستطيع أنك تحققه، لأنه أصلا كيف هتحقق هدف وأنت ما أنت عارف إيش هو؟ بمعنى، لازم تجلس مع نفسك وتسأل نفسك هذا السؤال: ماذا أريد أن أحقق في حياتي؟ هذا العنصر الأول. العنصر الثاني، بعد ما تعرف ماذا تريد أن تحقق في حياتك، إنك أنت تأخذ خطوة عملية فعلية، أي تقوم بفعل شيء وتبدأ بالتنفيذ فورا. الخطوة الثالثة، إنك تصنع في داخلك جهاز تسميه جهاز استشعار.
جهاز تسميه جهاز استشعار. مهمة هذا الجهاز إنه يجاوبك على سؤال واحد فقط: هل الخطوة العملية اللي أنا أخذتها بتقربني من هدفي ولا بتبعدني عن هدفي؟ فقط مهمة هذا الجهاز إنه يجاوبك على هذا السؤال. طيب إذا كان ما بيقربني من هدفي، فأنتقل للخطوة الرابعة، وهي إنه أغير خطوة العملية. يعني خطوة العملية ما هي فعالة، فلازم أغيرها. طيب وأفضل أغير إلى متى؟ تفضل تغير في خطواتك العملية حتى تصل إلى ما تريد. خلينا نأخذ مثال واقعي لشخص نجح في حياته وطبق هذه الطريقة حتى وصل إلى ما يريد، وكلنا نعرفه حتى نشوف هل هذه الخطوات العملية فعلا خطوات واقعية ممكن الإنسان يطبقها في حياته ولا صعبة. رجل لم يكمل تعليمه، لم يتخرج من أرقى الجامعات في العالم، لم يكن عنده مال كثير، ولم يكن لديه مدير تسويق ناجح. هذا الرجل كان موظف بسيط عادي، اليوم واحد من مشاهير هذا العالم، ما في قرية ما في مدينة في العالم إلا وتعرفه. تعرفون شخص اسمه كنتاكي فرايد تشيكن، صاحب مطاعم الدجاج المشهورة؟ طبعا كلنا عارفينه، طبعا اسمه الحقيقي كولونيل ساندرز. هذا الرجل وعمره 65 سنة استلم معاش التقاعد، الشيك، نظر في الشيك فوجده بقيمة 99 دولار، فقال لنفسه هو شخص عادي جدا إلى ذلك الوقت، إلى وهو عمره 65 سنة هو شخص عادي جدا، قال لنفسه أنا لن أعيش هذه العيشة أبدا حتى بعد ما وصل إلى هذه السن. فسأل نفسه إيش هدفي ممكن يكون في الحياة، إيش أحب أحقق في حياتي المتبقية لي؟ فكان عنده خلطة يضعها على الدجاج لما يطلع رحلات مع أصدقائه، فكان أصدقائه يثنوا عليها كثيرا. هذه فكرة الآن في ذهنه، فبدأ فعلا يعد هذه الخلطة. وشوف أنت كم من فكرة رائدة، كم من فكرة رائعة تكون عندك وتقتل وتدفن وما حد يعرف عنها شيء، وبعد سنين تفكر فيه تقول يا ريتني طبقت هذه الخطوة. صاحبنا هذا عرف الخطوة الأولى، وهو إنه لديه خلطة سيضعها على الدجاج، وإنه هيبدأ هيبيعها في المطاعم. هذا كان هدفه الرئيسي. ثم انتقل إلى الخطوة العملية الفعلية، وهي إنه حدد إنه المطاعم هي هدفه، فما جلس في بيته ينتظر المطاعم تأتيه، وإنما هو بدأ يزور هذه المطاعم ويسألهم: لو سمحتم عندي خلطة رائعة، لو وضعتوها على دجاجكم ستزيد أرباحكم وستزيد مبيعاتكم، أنا كل اللي أريد منكم نسبة من الأرباح فقط. تعتقد كم مرة هذا الرجل اللي هو كنتاكي فرايد تشيكن رفض، أو قيل له شكرا، أو سنراسلك فيما بعد إذا احتجنا إلى هذا المنتج حقك؟ كم مرة تعتقد؟ 50 مرة؟ 100 مرة رفض؟ 200 مرة رفض؟ يا سادة يا كرام، هذا الرجل سمع 1009 مرات كلمة لا بصيغ مختلفة. 1009 مرات على مدى 2 سنين وهو يسمع هذه الكلمة: شكرا، سنتصل عليك، سنراسلك، لا نحتاج الآن لهذه الخدمة، وما إلى ذلك. أنت لو حدث معك هذا الموقف كم مرة هتصبر؟ كم مرة؟ فكر فيها. بعض الناس يقول لك أنا حاولت 50 مرة وما مشيت الشغلة معي، ولذلك لغيتها، وهو في حقيقة الأمر يمكن ما حاول إلا 5 أو 10 مرات. طبعا صاحبنا هذا كنتاكي لما ما وجد مردود من خطوة هذه اتجه إلى الخطوة الثالثة. إيش هي؟ إنه بدأ يعدل في طريقته، يعدل في الخلطة حقته، يعدل في أسلوب عرضه، لكن لم يعدل من الفكرة ويلغيها أبدا حتى بدأ يقترب من هدفه، ولم تتوقف محاولاته حتى فتح الله الأبواب أمامه. ولذلك اليوم تشوف صورته في جميع هذه سلسلة المطاعم وهو كبير في السن، لأنه لما اغتنى ولما نجح في مشروعه ما كان شاب، لكن ما في قرية في العالم اليوم اللي تعرفه، مش لأنه كان عنده فلوس وما كان عارف إيش يسوي فيها، ولا لأنه كان عنده مدير تسويق ناجح أو من عائلة غنية، أبدا
بل بالعكس من ذلك، كان فقير حتى ما كان لديه إيجار بيته، فكان يضطر ينام في سيارته. هذا مثال واحد من آلاف الأمثلة اللي وجدتها.